علي. من يوم ما عرفت نفسي والأكل يحاصرني من كل زاوية. يختي عليه. ومن هنا بدأ مشوار زيادة الوزن. بروستد، باستا، برجر، وآخ على البيتزا. لحد ما وصلت لهذا الحال. يا معين. الوزن هيبة. لسه ما شفت شيء. لكني صرت فعليا محاصر. وحاصرتكم معايا. عادات أنا السبب. ليلة الزواج، يوم التخرج، يطيح العشاء. حتى في العزاء. أحسن الله عزاكم. وفي الولادة، وأضرب بالخمسة يا وحش. بس الدنيا ضاقت علي. وفي الديوانية الشباب يتفلسف علي. تبى تنحف؟ خليك على الدايت وكثر الماي. المعزز يا حبيبي اللي ما عنده قرش ما يسوى قرش. الرياضي راعي الخلطات. يا عمي خلاص انا انحف بطريقتي. لكن حلم الرشاقة طلع أصعب مما توقعت. واليأس أسهل من الأمل. لكن كامبريدج أنقذني. أول موعد لي في كامبريدج كنت يائس. هذا الكرش ممكن تختفي؟ وكنت متوقع الدايت يعني أتغدى زيتون وتعشى موية. لكن الوضع فلة. شوكولاتة، كابتشينو، ميلك تشيك. الصدمة كانت بعد أول أسبوع. نقصت 4 كيلو. كامبريدج نساني كلمة مستحيل. بالتشجيع والمتابعة من أخصائية كامبريدج قدرت أستمر لمدة سنة. خسرت من وزني 89 كيلو وربحت ثقتي بنفسي. نمط حياتي تغير. وأثرت على كل اللي حولي. كل اللي احتاجه علي هو اتخاذ القرار. أنا عملتها. أنت تقدر تعملها.